السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك معنا شيخ. الله يرحم والدينا. شنو المشكل عندك؟ المشكل ديال المعاناة تاع السكنة ما عنديش. السكنة هي اللي ضراني. السكنة ما عنديش. دابا هاد السكنة هادي فين تركيزها؟ هاني في مدينة وجدة. والظروف قاسية بزاف أولدي. وراه عندي 66 سنة ما دنيش نقد حتى على الخدمة. راني طالبة من الله ومنكم. ساعدوني مساعدة. دابا شفنا هنا يقول لك ساكنة في كراج، واش راكي كارية هاد الكراج؟ واه راني كارياها 40,000 باش كارية. شحال كارية؟ واه كارية ب40,000. يعني 400 درهم. واه كلشي راه واضح ولدي. وشحال من واحد كيبات هنا في هاد الكراج؟ كنباتو حنايا ثلاثة د الناس منين يجيو هكا شي ضيف ولا والله إلا كنحشم براسي. أنت منين جبت التويبات؟ واه أنا نحشم براسي كاع بزاف. شكون اللي يعاونك في المصروف؟ شكون اللي ما كان اللي يعاون؟ كان البنت قاعده مسكينه ما كان لا خدمه لا والو. ولد مسكين يحمل مره صافي حتى هو كره الحياه ديالو. ملي كيرقد حدايا كيكره الحياه ديالو، كاره الحياه ديالنا ولدي. حنا ما طالبين حتى حاجه، طالبين غير مساعده تاع السكنه. هذا الشيء اللي حنا طالبينه ولدي، مساعدة تساعدونا باش قديتو. دابا انت كرهتي هكا؟ واه كرهت هكا، كرهت بالكريه. وما حال واحد راك تشوف ها الكوزينه ها الدوش ها كلشي في بلاصه واحده، حتى واحد ما يقد لهادشي. وانا صابره لله صابرين. الولد تاعك فاش يخدم؟ ولدي غير يحمل مسكين، فين ما لقى هكا يحمل يحمل صافي، ما عندوش شي خدمه، ما عندوش شي خدمه هكا اللي يخدمها ما عندوش. واه ما عندوش خدمه اللي باينه كاع ما عندوش. انتوا شحال سنه نتوما كارين هنا في الكراج؟ شحال سنه هذه معاكم نتوما؟ احنا بزاف من رحنا كارين هنايا، احنا دوك شي 4 سنين هنايا من اللي كلينا هذا الكراج. وقبل فين كنتوا؟ كنا قلت لك في ذاك البلاد. فين قلت لك؟ في جهه بوعرفه. كان العروبيه ما كاين حتى حاجه، اللي ما لقينا حتى حاجه جينا هنايا. يعني ملي مات الراجل ديالك؟ واه مات الراجل بكري.